اخوان نتمنى لكم ان شاء الله تفرجوا ماتش زوين. مرشي فريق عربي ما حق غادي يتحقق. هذا هاني الدراري ونحيوا الدراري من هذا المنبر هذا. مدينه طنجه كتحيي الدراري على هذا المجهود. انا بغيت غير نقول لكم واحد الحاجه. تبارك الله على الاسود الاطلس، تبارك الله على المغاربه، تبارك الله على الناس اللي شرفونا في قطر، تبارك الله على وليد الركراكي، تبارك الله على المنتخب الوطني ديالنا اللي عطانا واحد الصوره مغايره ورى العالم العربي والعالم الافريقي بان احنا ابطال وبان السبع ديالنا ما كيشعر ما كيعقل حتى على واحد. وتبارك الله على اسود الاطلس وتبارك الله على اللعابه كاملين. وبغيت نقول لهم واحد الكلمه من هنايا بالاسم ديالي وباسم المغاربه كاملين وباسم الشعب الطنجاوي والمغربي كامل، بغيت نقول لهم كنتوا ابطال وانتم كتسمعوا تبارك الله كلاكسونات والناس فرحانين رغم خسرتوا ودائما مغاربه وديما كنموتوا عليكم وشكرا لكم وتبارك الله عليكم. حاجه كنشجع المغاربه ديالنا واسود الاطلس وكنشكر الدول العربيه كلها اللي كانت واقفه معنا وكلها كانت كتشجع المغاربه وكنشكر الدوله فلسطين لانها كانت كتشجعنا وخرجت اغاني علينا والدول العربيه كلها كنقول لهم شكرا انكم كنتوا واقفين معنا واقفين مع اسود الاطلس ديالنا وحنا اي دوله شجعتنا وكانت معنا وداروا لنا اجواء العيد في المغرب واحتفلنا بعضياتنا ما كناش كنتسناو هذه الفرحه هذه اننا نحتفلوا مع بعضياتنا والمغرب كامل يد وحده المغرب كامل يد وحده واقف معنا شكرا الدول العربيه وشكرا شكرا. هذه كرة القدم ما غاديش نتقلقوا. شكرا الدراري، تحية للدراري، لعبوا رجال كانوا رجال صراحة داروا بون ماتشات أحسن من أول فريق عربي كيحقق هذا الإنجاز وكيوصل الإنجاز ديال نصف النهاية. كنشكروا الدراري كاملين لا أشرف حكيمي ولا وليد الكراكي مدرب ديالنا وكنشكر المرابط كانت فيه واحد القتيلة كبيرة وكنشكركم أنتم الصحافة فيكم واحد الحب الوطن بزاف وتحية للصحافة اللي عقلهم نقي. هذا ميساج من عندي انا كنحب الوطن ديالي. تحيه الصحافه بحال وجهك استاذ دائما كنعرفك انسان نقي في عقلك. تحيه الصحافه ديالنا وبرافو الدراري وان شاء الله نتمنوا نربحوا كرواتيا ونتكلاصوا حنا تروازيام كلاس ان شاء الله يا ربي. شكرا استاذ. حنا واحد الشعب اللي كتشبر فينا العين كلشي مغرب 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 ضربونا من العين اخاي والحق ماشي مشكل لعبنا مزيان اليوم الدراري تقاتلوا ونهار السبت ان شاء الله نلعبوا مع كرواتيا ونجيو حنا الثانيين ان شاء الله. ملاعبيه لعبوا مزيان اخوتي الاداء ديالهم كان هو داك كانوا تما اخوتي شي مهم الحكام كانوا كيقوموا شي بالدور ديالهم واخا تقساو مغاربه الدنيا هانيه العربه اللي سلاكه وسلم ليه المملكه. احنا جيناكم من السعوديه نشجع المنتخب المغربي فخر العرب رفع الراس. هذه مش هزيمه باللعب ده مش هزيمه الاداء قدموا كل حاجه عندهم. المغرب فخر العرب وحنشوفهم في المونديال القادم الى اعلى واعلى باذن الله وحياخذ المركز الثالث باذن الله. مفتخرة بزاف باللاعب اللي لعبوا ومفتخرة باللي وصلنا حتى لهذا النصف النهائي هذا وكنشكر المغاربة كاملين والجماهير وكنشكر الملاعبية ديالنا حيتاش وصلوا حتى لهذا النهائي هذا وفرحونا وكنا كنتمناو حتى كأس العالم ولكن بروح رياضية مفتخرين وفرحانين بزاف والله.
حيث هذا الإنجاز الغير المسبوق كوننا يكفينا فخرا أننا نحزن كوننا لم نتأهل إلى مرحلة النهاية. كل المغاربة وراء أسودهم كلهم يؤمنون بما حقق هذا الإنجاز والقادم أجمل. فقط على المنتخب الوطني السياسي والاقتصادي الآن أن يقول كلمته إلى الأمام. وشعارنا سير 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 الله وطن الملك. اليوم واخا خسرنا ولكن حنا كنبقاو ابطال بما ان وصلنا لهذ المرحله هذه. كسبنا التاريخ في الدول العالميه كامله وحنا مفتخرين باللعبه ديالنا وبلافوكا الله يخلي لنا. وهذه البدايه ومازال مازال. شكرا للوليدات فرحونا وفرحوا الشعب المغربي كافة وشرفوا الدولة الإسلامية كافة كل مغاربة وكل أسرة العلوية. تحية للمغرب وتحية للوالد الركراكي وديما ديما مغرب وكنحقوا المغاربة. هذا فرح وهذا تكليف وتشريف وشكرا بزاف للوالد الركراكي وديما مغرب ديما كنا غادي نماركيو في الاخر عطونا العين بقاو كيخسرونا غير الوقت بقاو غير كيخسرونا الوقت كانوا كيطيحوا راسهم وهذاك الشيء باش يخسرونا الوقت باش هما يربحوا. الحكم ما كانش جوست مره كان اصلا من الاول المونديال ما كانوش معانا باش يعاونونا وبقاو كيخسرونا الوقت باش هما يربحوا وفي الاخر طلع جوج على الصفر وما قدرش نرجع الوقت. بالحق داك الشيء اللي كتب الله بغى هذا الشيء يعني ما عندنا ما نديرو. البغي هذا الشيء اللي بغى الله ماشي مشكل. داك الشيء في يد الله. السلام عليكم. فرحاني بهذا الانجاز الكبير. وصلنا المربع الذهبي ان شاء الله يما الثالثين او الرابعين. نهدي هذا الفوز وهذا الانجاز لصاحب الجلاله والامه العربيه الاسلاميه قاطبه. الحمد لله فرحنا بهذا الكرة وصلنا لواحد المستوى الحمد لله كبيرة بزاف. وكنتمنى الخير لقدام إن شاء